الهوى يقتلني للفنان وفيق حبيب. هي إيقاع لف عامل ناقص 2 ترانسبوس. أنا هذا إيقاع عفوا كتكوفتي مش لف. بلعبها شوي صبا وهي بيات. تمام فينا نلعبها بصوت العود. تمام شباب هي سرعتها أكثر من هيك بس أنا عم بلعبها بسرعة بطيئة مشان تستوعبوها أكثر كمبتدئين. خفف الإيقاع وأحطه على 64. We'll be right back.
ان شاء الله تكون عجبتكم يا شباب. اذا عجبتكم اعطونا لايك، اشتركوا بالقناة واكتبوا لي بالتعليقات شو بدكم، وتكرم عينكم ان شاء الله ما نقصر مع حدا.